خليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. مساء الخير على احلى متتبعات، مرحبا بكم من جديد في قناة معرزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع فيديو جديد، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في احسن وامتع الاوقات باذن الله. اذا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، كنبغي نشكر جميع الاصدقاء والصديقات اللي كيلتحقوا بالقناة، كنشكركم على تشجيعكم على تواصلكم الدائم، وكذلك على التعاليق المحفزة والمميزة اللي كتشاركوني دائما. مرحبا بكم والف مرحبا. بخصوص الفيديو اللي غنشارككم اليوم اللي كيتضمن جوج ديال الوصفات طبيعيه، اكيد وصفتين اللي كيهتموا بشكل كبير بتغذيه البشره وترطيب البشره، والناس اللي عندهم مشكل ديال قله النضاره شحوب في البشره، خصوصا في هذا الموسم الشتوي اللي كيكون الجو يعني بارد وكنتعرضوا للجفاف يعني بواحد النسبه كبيره. نحاولوا ان شاء الله بفضل المكونات الطبيعيه متواجده ومتوفره في جميع البيوت نتهلاو في البشره ديالنا ونغذيوها ونعطيوها الفيتامينات والمعادن والمكونات اللي كتخليها دائما نضره وشابه وفي صحه جيده. بطبيعة الحال خليكم معايا لاخر الفيديو باش تشاهدوا وتشوفوا الطريقه وتشوفوا المكونات اللي غنحتاجوها. اذا بالنسبه للوصفه الاولى او الماسك الاول اللي هو مغذي للبشره بشكل كبير، والناس اللي عندهم البشره جافه او البشره فيها مشاكل ان شاء الله غادي يستفدوا بشكل كبير من هذا القناع اللي هو مجرب مئات المرات وعنده فوائد كثيره فيما يخص تغذية البشرة وإعطائها المعادن والفيتامينات والمواد اللي كتحتاجها باش دائما تحافظ على الليونة والرطوبة ديالها، وكذلك تكون نضرة ولامعة. وكذلك بالنسبة للسيدات والأنسات اللي كيستعملوا مستحضرات جميل بشكل كبير، وبطبيعة الحال كنعرفوا أنه مستحضرات جميل أو المكياج كيضر البشرة ديالنا، خصوصا إلى ما نظفناش يعني في آخر اليوم، لابد ما ننظفوه ولابد ما نستعملوا مكونات طبيعية باش نحافظوا على النضارة ديال البشرة ديالنا، وكذلك نحميوها من التلف ومن الأضرار اللي كيسببها لنا الميك اب او المكياج. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم هذا الماسك اللي هو مغذي او قناع اللي هو مغذي وفيه مواد مغذية بشكل كبير، وغادي تساعدنا باش نرجعوا للبشرة ديالنا للطبيعة ديالها وللجمال ديالها. اذا اول مكون غادي نحتاجو الصفار ديال البيض البلدي. البيض البلدي غني بالبروتينات اللي هي مهمه جدا وكيساعد على تغذيه البشره بواحد الدرجه كبيره. البيض البلدي عنده فوائد كثيره فيما يخص تغذيه البشره والعنايه بالبشره، وكذلك الناس اللي عندهم مشاكل، عندهم كلف، عندهم جفاف، عندهم كذلك قشور او تشققات على مستوى البشره ديالهم، كنتمنى انكم تعتمدوا البيض البلدي في الوصفات الطبيعيه اللي كتقوموا بها، لانه كيرمم او كيعالج بزاف ديال العيوب اللي كتعرض ليها البشره. بالنسبه للمكون الثاني غنحتاجوا حبه ديال لافوكا او حبه افوكادو، وحتى لافوكا عندها منافع كثيره فيما يخص التغذيه وغنيه جدا بالدهون اللي كتشبع البشره ديالنا وكتحميها من الجفاف ومن التجاعيد المبكره. يعني لافوكا مهمه جدا، حتى هي نستعملوها اقل شيء جوج المرات في الاسبوع، ولا ما كانش متوفره نقدروا نعوضوها بالموز او البنان، حتى هو عنده نفس الخصائص. بالنسبه للمكون الثالث غنحتاجوا الحلبه بلديه تكون مطحونه، والحلبه لابد ما تكون بلديه لانه حتى هي كتكون فيها مجموعه من الفيتامينات ومن المعادن اللي كتساهم في تغذيه البشره بدرجه كبيره وكتحميها من التشققات ومن التجاعيد المبكره. اذا كيف ما شفتوا معايا المكونات كلها مغذيه وغنيه بالدهون اللي غادي تساعدنا باش ان شاء الله نقيو ونحميو البشره ديالنا في هذا الجو البارد ونحميوها من الجفاف ومن التلف. بالنسبه للزيت غنحتاجو زيت الحلبه، الا ما كانش متوفر نقدروا نستعملوا الزيت البلديه العاديه، فقط اننا نستعملوها في حمام مريم باش نحيدوا منها او نزولوا منها الاملاح باش نيفيتو انه، لان الزيت البلديه كتكون فيها الاملاح وكتساعد على نمو الشعر الخفيف على البشره، هذا هو السبب اللي غيخلينا اننا نقوم بوضعها في حمام مريم باش نتخلصوا من الاملاح اللي فيها، وبطبيعه الحال غتكون صالحه ومفيده جدا للبشره. اذا هادو هما المكونات اللي غنحتاجو، خليكم معايا حتى نمزج القناع وانا معاكم.
اذا غادي ناخذ الصفار ديال البيض البلدي كيف ما كتشوفوا معايا الصفار ديال البيض البلدي غني جدا بالفيتامينات وبالدهون وبالبروتينات اللي كتحتاجها البشره ديالنا خصوصا في فصل الشتاء ملي كيكون الجو البارد وكنتعرضوا للتشققات والجفاف طيله اليوم. لابد ما نغذيو البشره ديالنا ونعطيوها المواد اللي كتحتاجها. غنحتاجو نصف حبه من لافوكا، يستحسن انها تكون شويه طيبه كيف ما كتشوفوا معايا، تكون شويه طيبه باش يسهل علينا الهرس ديالها او مش ديالها، وكذلك نستفدو منها بشكل كبير في الماسكات اللي كتساعد على حماية البشرة وتغذية البشرة. لافوكا مهمة جدا لجميع الانواع البشرة، ولو تكون جافة ولو تكون دهنية، لانها كتعطيها مجموعة من الفيتامينات اللي كتخص البشرة وكتساعدها باش تسترجع الليونة ديالها والرطوبة ديالها. اذا من بعد ما قشرتها انا خديت اكتفيت فقط بالنصف ديالها، وغادي نمزج دابا امامكم الحبه ديال لافوكا مع صفار البيض. الا كانت لافوكا يعني طيبه مزيان كتسهل عليكم انكم تخلطوها، يعني كتكون سهله باش نمزجوها مع باقي المكونات. ماسك النضارة وماسك التغذية وماسك الترطيب، قناع غني جدا ومهم جدا، كنتمنى انكم تجربوه باش ان شاء الله تحافظوا على بشرة نضرة جذابة وخالية من العيوب ومن التجاعيد. اذا من بعد ما مزجت المكونين بقى لي المكون الاخير اللي هو الحلبة البلدية، غادي نضيف تقريبا ملعقة قهوة، ملعقة صغيرة، وغادي نبقى نكمل في مزج المكونات سنحصلوا على واحد العجين متماسك او كريمة طبيعية. اذا انا غادي نفضل في مزج العناصر، خليكم معايا. اذا من بعد ما كملت مزج العناصر دابا غادي نطبقوها على بشرة تكون نظيفة جدا، وبالنسبة لهذا القناع غادي نخليو اقل شيء على البشرة ديال الوجه ديالنا لمدة ديال 15 دقيقة، ومن بعد كننظفو البشرة بالماء البارد وكنمررو مكعبات ثلج على الوجه ديالنا. من بعد ما كنستعملوه على البشره ديالنا تكون نظيفه جدا، ومن بعد نخليه 15 دقيقه وننظفوا البشره ديالنا ونمرر مكعبات ديال الثلج، وبهكذا غادي نكونوا غدينا البشره ديالنا وعطيناها جميع المكونات والمعادن والفيتامينات والالياف اللي كتحتاجها. اذا خليكم معايا باش تشوفوا الماسك او القناع الثاني. اذا دابا غادي ننتقلوا للماسك الثاني. كنعتذر منكم نسيت ما شرتش لكم الكميه اللي غنستعملوا من زيت الحلبه، تقريبا نصف معلقه صغيره كنخليوها لاخر مرحله وكنضيفوها على الماسك اللي استعملناه، ومن بعد كننظفوا كنخليوها 15 دقيقه وننظفوا البشره ديالنا. بالنسبه للقناع الثاني غنحتاجوا نصف موزه او نصف بنانه، غنحتاجوا كذلك الخيار بالقشر ديالو تقريبا نصف حبه خيار، وغنحتاجو جوج معالق كبار من النشا او مايزينا. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو للقناع الثاني. اذا اول شيء غادي ناخذ الخيار، والخيار عنده حتى هو فوائد كثيره على البشره ديالنا، غني بالماء والالياف والمعادن ومبيض جدا للبشره. الناس اللي عندهم بقع داكنه عندهم بقايا ديال الكلف عندهم اسمرار شديد مقارنه مع البشره ديال الوجه مع العنق، يعني كنتمنى انهم يداوموا على الماء ديال الخيار والماء ديال البطاطس، عنده واحد الفائده كثيره وعجيبه فيما يخص يعني تبييض البشره. يكفي اننا نداوموا عليه ونخليو الماء ديالو او العصاره ديالو على البشره ديالنا واحد المده، ومن بعد كنغسلوا البشره ديالنا وكنمرروا مكعبات ثلج. بالنسبه للخيار عنده فوائد عجيبه على البشره وتغذيه البشره.
اذا غادي نحط الخيار بالقشر ديالو. بالنسبه للكميه تقدروا تستعملوا يعني الكميه اللي غادي تكفيكم جوج المرات، ونخليوها في المكان بارد غيبقى صالح، ما كاين حتى شي مشكل لانه كتعرفوا الجو بارد ما غاديش يتلف معنا. نحضروا الكميه اللي تكفينا جوج ديال المرات او ثلاث مرات. العصاره ديال الخيار مهمه جدا لتغذيه البشره واعطائها حتى هي النضاره والليونه اللي خاص تكون دائما عند كل سيده. اذا غنكتفي انا بهذه الكميه، غنحضر فقط الكميه اللي غنستعمل مره واحده. اذا من بعد ما حكيت الخيار بالقشور ديالو غادي نصفيه، تاخذوا شي صفايه تصفيوه باش ناخذوا فقط العصاره ديالو. انا عندي هاد الصفاي يعني ما كيدوش المواد اللي كتكون شويه او الشوائب اللي كتكون غليظه، فقط العصاره ديال الخضر او الفواكه. اذا من بعد ما خديت الماء او العصاره ديال الخيار غادي نضيف ليها تقريبا نصف موزه او نصف بنانه، وغادي نمزج هاد المكونين مع بعض. بالنسبه للموز حتى هو الا كان طيب مزيان يستحسن انه يكون طيب، يعني نخليه البنان حتى طيب ومن بعد نستعملوها في الماسكات ديالنا، كتكون عندها فعاليه اكثر فيما يخص ترطيب وتغذيه البشره. اذا انا غادي نستمر على مزج المكونين، خليكم معايا. ومن بعد ما مزجت العصاره ديال الخيار مع الموز غادي نضيف تقريبا نص معلقه من النشا باش كنعقدوا الماسك ديالنا، باش كيسهل علينا نطبقوه على البشره. وغادي نبقى نستمر في مزج هاد العناصر. اذا ها هو القناع وجد معايا، وبطبيعه الحال تكون البشره كذلك نظيفه، ونستعمل القناع ديالنا على البشره اللي كيساهم التغذيه ديالها وكيعطيها المواد والفيتامينات والمعادن اللي كتنقص البشره مع الجو البارد ومع قله شرب الماء وكذلك مع المؤثرات الجويه ومجموعه من العوامل اللي كدر البشره ديالنا. بهذه الطريقه غنكونوا حميناها وغديناها وعوضناها من جميع الاشياء والمواد اللي كتحتاجها. بالنسبه لهذا القناع غادي نخليوه على البشره ديالنا لمده ديال 10 ديال الدقائق، ومن بعد غادي ننظفوه بالماء البارد ونمرروا مكعبات ديال الثلج، وبهكذا غادي نكونوا حبينا البشره ديالنا وغديناها وعطيناها جميع المكونات والفيتامينات والمعادن اللي كتحتاجها باش دائما تبقى نضره، تبقى جذابه وفي الشباب ديالها وفي الليونه ديالها. كنشكركم جزيل الشكر على التواصل وعلى الاهتمام بمحتوى القناه. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس اللي كيكون مباشره اسفل الفيديو باش دائما يبقى يوصلكم المحتوى والجديد ديال القناه. وشكرا لكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.